الأخوة الحضور أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا الدعاء لزميلنا إسماعيل عبد الرحمن الكامل المالك بالشفاء العاجل، إنه لمن بواتر والسرور أن تستضيف محلة الفلك أول دوري رياضي يجتمع فيه كل شباب بلديتنا، يجتمع فيه جل شباب بلدية درج، كما يسرنا ويشرفنا بمحلة الفلك أن ينطلق الدوري الكروي فيصل بنا إلى المباراة الختامية. الأخوة الحضور، لا أخفي عنكم أنه بدعمكم المادي والمعنوي وصلنا، وأن نبرز إرادة الشباب بأنها لا تلين ولا تستكين، وبأيسر الإمكانيات وبجهد كل فرد في هذه المحلة. نشكر الأخوة المشاركين من خارج المحلة بدعمهم المادي إلينا ودعمهم المعنوي، كما نشكر كل من حضر معنا من بلدية درج أو دلنا على خير أو حكم مباراة أو حضر إلينا شخصيا. وباسم أعياني وحكماء منطقة البلد، لا يفوتنا منطقة فلفلة على هذا النشاط وعلى هذه الحيوية، ونشكر نادي فلفلة على هذه الظاهرة الرياضية، وبارك الله فيكم ومن تقدم يتقدم إن شاء الله. الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رئيس نادي فلفلة الصقور. النادي هذا ماشي جديد ونسعى للإشهار نتاعه، ونقول دعم من البلدية ومن مدير الشباب والرياضة بدرج والمؤسسة في طرابلس إنه يدعمونا. النادي مساحة التجديد، حتى الأوراق سعينا فيها ولكن عندنا في بعض الصعوبة. طبعا هذه المباراة الختامية للدوري، وهذا ما يمنعناش من إن نمارس جميع حقوقنا كرياضيين. الدوري هذا استهدفنا فيه كم من عناصر جديدة تسعى لإظهار الموهبة نتاعها، وحاولنا بقدر الإمكان إنه يظهر بالصورة الصحيحة، والبرامج وكيف ما تفرحوا فيها الناس الأمة كبيرة والجو رائع. 70 البلدية و70 مكتب الشباب والرياضة الأستاذ سيف، و70 الشابين والأعيان